أحسن الله إليكم. مستمعة سودانية مقيمة في الرياض تقول: نسمع أحيانا من بعض القراء عبارة صدق الله العظيم، وأحيانا لا نسمعها، فما الصواب في ذلك؟ الصواب أنه لا يؤتى بصدق الله العظيم بعد نهاية التلاوة، لأن هذا شيء لم يرد في السنة، فهو أمر محدث وينبغي تجنبه، فالذي لا يأتي بهذه الكلمة بعد التلاوة هو الذي على الصواب. نعم.